والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. مرحبا بك أخي الحاج، ونشكر لكم تميزكم باختيار الأخيار لخدمات حجاج الداخل، كما يسعدنا إطلاعكم على الخارطة الزمنية لأداء مناسك الحج وفقا للمحطات التالية: المحطة الأولى فندق أخيار المهاد، والذي يبعد عن محطة مزدلفة 3450 مترا مشيا على الأقدام. المحطة الثانية الانتقال بالحافلات من الفندق إلى محطة قطار المشاعر للانتقال عبره إلى مشعر عرفة. المحطة الثالثة مخيم عرفة. المحطة الرابعة التفويج إلى مزدلفة عبر قطار المشاعر. المحطة الخامسة مخيم مزدلفة. المحطة السادسة الانتقال إلى الجمرات عبر قطار المشاعر والانتقال إلى الحرم بواسطة الحافلات. المحطة السابعة الجمرات. المحطة الثامنة الانتقال لفندق أخيار المهاد عبر قطار المشاعر. المحطة التاسعة فندق أخيار المهاد والاحتفال بالعيد السعيد. المحطة العاشرة الانتقال إلى مخيم منى عبر عربات الجولف ومنها لقطار المشاعر. المحطة الحادية عشر مخيم منى وبرامجه الثقافية المتنوعة. المحطة الثانية عشر التردد ما بين المخيم والفندق والجمرات. المحطة الأخيرة طواف الوداع عبر حافلات الأخيار. ياك ربي أنت غفار، وإني أرتجي أفراد ست والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيقي.